السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل السردين البلدي مع بعضينا كده كده حبايبي. ده سردين اسمه بلدي البحر الاسكندراني، الليمون والثوم وكله، بس ايه فاضل ايه؟ زيت بس كده، كمون وسمسم كده عشان يديله طعم وريحه حلوه، ونروح حاطينه في الفرن. وكده حبايبي عملت شويه رز جنب اللهم صل على سيدنا محمد جنب السردين، حطوا له حبه شعريه كده عشان بنتي بتحب الشعريه على الرز اللي بالبصل. الرز لما الميه غليت الشعريه حمرتها مع الرز عشان مقادير الرز قد مقادير الميه. دقه، ولو عجبكم حبايبي صينيه السردين كده لايك وشير، خشوا على الفيس وعلى اليوتيوب وتدعموني والاشتراك. بشكركم جدا جدا على ذوقكم الجميل.